كان قاعد جاري عم يشرح لي الوضع السياسي والاتصالات اللي عم بتصير بخصوص تشكيل الحكومة، لما نده لي صاحبي من تحت البيت وقال لي يبدو أن انحلت، زلمتنا راح لعند الزلمة وحكيه. أنا ما فهمت شي وسألته والزلمة شو كان رأيه؟ قال لي مثل ما خبرتك مبارح، اجتماع الزلمة كان منيح، بعد فيها هيداك الزلمة ورح يبعت له زلمة من عنا بيفهم عليه. قلت له بس هيداك الزلمة شرس وبده زلمة اشرس منه. قال لي طمن بالك زلمتنا قبضاي. فجأة قال لي جاري والله ما فهمت شي على هالزلمة. قلت له انت مفكر انه انا فهمت اكتر منك يا زلمة؟ هذا رأيي، فكر فيها.